السلام عليكم. التفوق المغربي الإقليمي، اقتصاد، مجموعة ديال المجالات. غنهضروا اليوم على المجال العسكري. من بعد ما اليوم المغرب يمتلك هارون، الطائرة المسيرة الانتحارية التي تستهدف القواعد التي تطلق الصواريخ، وكذلك القواعد الدفاعية بمناطق العدو. غادي نهضروا كذلك على التفوق العسكري المغربي في مجموعة ديال المجالات، وغادي نبداو بمشاركة المغرب في المؤتمر العسكري لمجموعة ديال الدول اللي غادي يشارك فيه إسرائيل، إلى جانب أقوى دولة عسكرية في العالم اللي هي أمريكا وألمانيا وإسرائيل ومجموعة من الدول ديال حلف الناتو. غادي نهضروا على استقبال ديال سلطان أخيا من طرف البرلمان الفرنسي، بعض أعضاء البرلمان الفرنسي، وغنهضروا كذلك على البلاغ التوضيحي اللي صدرته الخارجية الفرنسية. مجموعة ديال المواضيع في هذا الفيديو معنا. إذا لهذا المغاربة في هذا الفيديو، المغرب أولا ولا غالب إلا الله، وعاش المغرب ولا عاش من خانه. الشعار المغربي، الله على الوطن الملك، شعار كل المغاربة وشعارنا نحن الخالد. إذا على بركة الله نبدأ الفيديو. إذا أول حاجة غنبداو بها في هذا الفيديو هو محاولة كل من موريتانيا والجزائر الاستيلاء على منطقة القرقارات، وكذلك التهديد ذلك التهديد ديال مرتزقة البوليزاريو لرالي داكار باريس. هذا البلاغ وهذا البيان مشروع أنهم غادي يحاولوا يشوشوا على رالي داكار باريس. هنا كتبين لكم الفرق ما بين أن هذا الرالي تيجلب مجموعة ديال المداخيل ديال العملة الصعبة للدول اللي غادي يمر منها من إسبانيا إلى داكار، ودولة تتساهم في استنزاف خيرات الدول الإفريقية هي الجزائر بالإبن ديالها الغير الشرعي اللي هي منظمة البوليزاريو اللي كتحاول من خلالها تهديد السلم والاستقرار بالمنطقة. من وراهم كذلك إيران. هذه مجموعة ديال الأمور اللي خصنا نعرفوها من خلال مجموعة ديال المناقشات ومجموعة ديال الإخوان كيحاولوا يطرحوا هذا الشيء ويناقشوه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك عبر مجموعة من المنصات. إذا لهذا وجب علينا أن نعرف أن الجزائر تدعم منظمة البوليزاريو اللي هي منظمة إرهابية على الجميع أخذ الحيطة والحذر، لأنها تهدد أمن واستقرار المنطقة، منطقة الساحل وجنوب الصحراء. إذا تنبقاو في هذا الانطلاق هذا، وغادي يمشيو لاستقبال البرلمان لسلطان أخيا داخل فرنسا. ما هي الحقيقة الكاملة؟ الحقيقة الكاملة أن سلطان أخيا جات لفرنسا وتم الاستقبال ديالها من طرف بعض أعضاء البرلمان. الخارجية الفرنسية ما تأخرتش خوفا من رد فعل ديال المغرب اللي غادي يكون رد فعل قوي، وأكدت بأنه الاستقبال هو استقبال أحد الأعضاء من احد الاحزاب الفرنسيه. حتى هنا انتهى البلاغ، لكن من بعد في فيديو اخر غادي نناقشوا هذا الامر هذا بالتفصيل. غادي نرجعوا لامتلاك المغرب لصواريخ او الطائرات بدون طيار اللي هي درون هارون، اللي كيوصل المدى ديالو ل 1000 كيلومتر. تخيلوا معايا من نقطه الانطلاق ديالو 1000 كيلومتر. مثلا اذا كان في وجده فين غادي يوصل؟ مثلا إذا كان في السمارة أو العيون فين غادي يوصل؟ مثلا إذا كان في أكادير فين غادي يوصل؟ مثلا إذا كان طنجة فين غادي يوصل؟ هذا الطائرة المسيرة درون من نوع هارون للمدى ديالها كيوصل 1000 كيلومتر بقوة تفجيرية خارقة. إذا من هنا تيبان لك المغرب بأنه استغل كدراسة المعركة التي تدور اليوم راحها ما بين الروس والأوكران، وكذلك المعركة التي دارت بكارباخا ما بين الأرمن والأذربيجان. تبين التفوق ديال الطائرات المسيرة. لهذا المغرب خدا هذه الاستراتيجية وبنى عليها تطور الجيش المغربي اللي كيحتوي مجموعة ديال الدرونات ومجموعة ديال الأقمار الصناعية ومجموعة من الصواريخ البالستية عبر القارات ومجموعة ديال الأمور لا قدر الله فهي للدفاع عن الوحدة ديال المملكة الترابية. المغرب في هذا الاتجاه هذا غادي يشارك في واحد المؤتمر كبير عسكري
ديال القاده العسكريين في مجموعه كاين حلف الناتو اضافه الى كندا وامريكا والمغرب ومجموعه ديال الدول واسرائيل. غادي يكون دراسه وتوزيع الاستراتيجيات ومشاركه التجارب ومشاركه الابحاث الاستراتيجيه في هذا الميدان، علما ان المغرب اصبح اليوم من الدول التي تصنع اسلحتها بيدها، وهي اطول اسلحه متطوره وخارقه واسلحه غادي تقول الكلمه ديالها، لانه ما يمكنش انك ما تكونش مسلح وتنتظر شكون اللي غادي يساعدك. لهذا المغرب مشى في هذه الاستراتيجيه لحمايه المملكه المغربيه وحمايه السماء المغربيه، واللي هو فكر قوي جدا اللي كان عند الامبراطوريه المغربيه، الامبراطوريه التي امتدت الحدود ديالها من اسبانيا الى نهر السنغال الى قرطاج. الامبراطوريه المغربيه التي تعاقبت على الحكم المغربي كانت قويه وقويه جدا وكانت متفوقه جدا. اذا هذه مجموعه من الامور حاولنا ان نناقشها، كان اهمها هو هذه المشاركه المغربيه. الاستراتيجيه المغربيه واضحه، هي استراتيجيه امتلاك السماء وامتلاك الارض وامتلاك البر وكذلك البحر بصناعه بحريه ضخمه هنا بالمغرب. اذا المغرب اصبح قوه اقليميه بشهاده العالم لما يمتلكه من ترسانه للاسلحه، وكذلك امتلاك الاسلحه قويه جدا وستغير، لا قدر الله ان وقعت حرب ستقدر معالم المنطقه كامله، هذا لا نتمناه ابدا. هنا كينتهي الفيديو ديالنا، وكنبغيش نطول عليكم الاخوه الاصدقاء حتى يكون مباشر وتعطونا الراحه ديالكم وتكونوا الى جانبنا لممكن نناقش معكم وانتم تناقشون. نتسناو ردود افعال ديالكم في التعليقات. لكل من التحق بالصفحه حالا عليكم بالدعم والمشاركه، لا تنسوا الاعجاب. الى اللقاء، لا تنسوا الاعجاب في الصفحه. اذا خليتكم على خير، السلام عليكم.